أقول لك كلمة أخرى، أنا استعداد كامل فيما يخصك أنت، تعليماتك أنت برك، أنا باش تقولوا أنت باش نفسه. إذا كان تحبني معاش نعمة البيرو، ما نعبتش البيرو، أنت تقول لي، تبعث لي على تسليم، تقول لي ما نحبكش تمشي للبيرو، نقعد في الدار، نقعد في الدار، ما نكلم حد، ما نكلم حد. فما ناس تقول لي ما تقابلهمش، ما نقابلهمش، باش نوريك استعدادي معاك 100% ما غير حتى شيء. باش نحب نوريك الناس هذوما اللي قاعده تكذب عليا وتتفق لي، انا مستعد لكل شيء معاك انت، اما انت برك ما نحبش حتى انسان اخر الدخل. عندك حاجه باش تبعثها لي ولا تكلمني ولا تعليمات ولا فما اي حاجه، بعث لي مع سليم، فهمتني؟ وانا ديما ولدك ونطبق تعليماتك على لاتر. تقول لي معاش تعمل البيرو، كان تو نستنى الريبونس بتاعك مع حتى مع سليم، انا بلغني مع سليم، كان تقول لي معاش تعمل البيرو، معاش نعمل البيرو. تقول لي اهبط وما تقبلش فلان وفلان وفلان، نهبط وما نقبلش فلان وفلان. تقول لي ماذا بيك هالليمات جمعه 10 15 يوم ما تخرجش، اقعد في الدار او ما تمشيش للبيرو، ما نمشيش للبيرو. الا تقول لي انت انا حاضر باش، انا علاقاتي واموري حتى في تنبك مشاكلنا وخلافي معاك، وتات قابلت سواء سفراء ولا حاجة في شخصك انت ما يجمش نتكلم كلام دوني، لانه مو بيدو يتمنيك عليه، يقولوا هذا مش راجل وهذا انسان من بيه وعليه. الكلام فيك انت حياتي كاملة نقولك الخير، ونقولك الخير واجب عليا باش نقول خير، لاني انا مقتنع الرجيم هار، وتعرف كمال هو اخلص واحد ليك، وتعرف الناس هذوما اللي تلعب لازم تكون كل ظالم له نهاية، كل إنسان يكذب لازم تفتن به. ولهذا أنا تقول لي أنت أنا عامل، أما أنت برك، وإذا كان باش تعمل لي حراسة ولا تعمل أي حاجة، أنا ماذا بيا تعمل حراسة، وماذا بيا تعس باش تبدأ أنت مقتنعة، وماذا بيا كل شيء، أما ماذا بيا ليكوت ليكوت. والحراسة كلف عبد الرحمن مراش مانع، أما فما تواتي نهار وكذا وكل شيء. عبد الله قلال، انا مانيش خفيف ومش حاجات، ما عندي حد شيء ضده، ونها وريته في التفينه نتاع كنت تو مرجان وسلمت عليه وكذا، ويقولوا محمد سيا هو ولي المستير مشى يجي 500 متر، يجي 50 متر باش باس محمد سيا وعنقه، مختار العتيري باس وعنقه، محمد جري يسلم عليه نورمالمون، فهمتني؟ اما ولي المستير مشى له ويجري باش يبوس عنق في محمد سيا، مختار العتيري يبوس عنق في محمد سيا. ها هم يا جماعه هذوما اللي دايرين برواحهم، وبعد يقولوا كمال طيخ، فهمتي كذا؟ كيفاش يجي منه هذا؟ ها هذوما هذوما ما قالولكش عليهم هذوما، فهمتي؟ في 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 الفرق نتاع ام سالم بومعيزه، فهمتي؟ محمد صياح انا غاديك هو جا بعد نص ساعه، وداير عندك كوميسار غاديك احمد الرزام على نتاع السلامات، ما كثرش من هذا الشاهد هذايا. هو جا وانا قمت من الكرسي، كنت قاعد مع سالم بومعيزه، قمت بالعاني باش ما يقعدش بجنبي، قلت يزيني من المشاكل، وبالرغم انا كوميسار حاضر ها محمد الرزام راجل معكرو، قمت ومشيت قعدت بعيد شويه، قلت سي محمد تفضل انت يقعد بالعاني باش بعد، فهمتني؟ حتى قام صباح الخير صباح الخير قدام الناس كل في فرق رسول الله، ما انا لازمني نعمل انا كونكارد ولا حاجه من فما محمد صياح، ما انا محمد صياح، انا محمد صياح يا رسول الله باش انت تتصور نهار نعطيك انا محمد صياح ولا الغير محمد صياح، انت تتصور هذا يا رسول الله ولا زايد والعبد القوى شوفال دو باتاي الحكايه هذيا، والقوى كنت سونسيبل لحكايه محمد صياح، ولا يحشي احشي احشي احشي. تتذكر الهادي عطيه ولا عبد الفتح الله ولا زايد ولا عمر كيفاش انا خدمتهم وخدموك انت اكثر من 20,000 واحد يخدموا توا معاك؟ تتذكر انت محمد الصياح كيفاش انا قعدت نخدم فيه باش استعرف بعد ثلاث سنين ونص، واستعرف بالست نوفمبر انا البيت بتاعي شنو باش وصلت محمد الصياح، استعرف بالزين بن علي وهبط راسه للزين بن علي واستعرف بيه وكتب ارتيكل في لابريس، وصلت لهذا لما وصل له حتى حد. انا بالنسبه لي انا كي نجيب لك قوه كل واحد، تتذكر في حمل في الاخوانجيه في الامور في كذا كيفاش انا ندز في الناس باش يكتبوا في الجرايد وكذا، عملوه عبد الله قلال ولا عملوا شادي نفاتي؟ دي شادي نفاتي الحزب قتلوا، دي قتلوا راهي الحزب، فهمي؟ يتحركوا. ثم انسان كان يخدم في الخدمه اللي كنت تخدم فيها انا، انا كان شو كنت مصباح الليل كل انسان يحب نورته معك انت، يقول لك تتذكر كيفاش يقول لك وقت حمله الاخوانجيه ولا ما كنت الناس كنت تورط الناس كنت تكتب وتاخذ انجاجمون، تتذكر مش فكرتي انا هذيك؟ وانا قلت لك علاش تقعد انت وحدك وحدنا، يلزم الناس كل تكتب الناس كل كذا وتخرج تخطب وكذا، هذا الكل شغل تبغى نحب نورط ماكسيموم، انا معاك نحب نجيبك الناس كل حولك، كل ما انسان
فهمتني؟ يعتبر عنده قيمة في البدنية، نحب نحوله بحذاك، نحب نخليك دايرين بيك الناس كل مهومة، الناس هزومة. يعتبروا خاطر يعرفوا رواحهم ما عندهمش إشعاع، يعرفوا رواحهم بوليتيكمون ليميتي، ماذا بيهم السياسيين كل اللي بعدهم عليك، ماذا بيهم ما فما يقعد حتى سياسي في البلاد حولك داير باش يقعد التيران سي زايد ولا سي عمى. إن شاء الله نشوفك بخير، وإن شاء الله ديما راسك الفوق، وراني ولدك وراني أخوك، وما تسمع كلام حتى حد، وانا راني مخلص ليك حياتي كامله، ما غير لا طميعه لا حتى شيء الا محبه صافيه زين بن عليا اللي حبيته حياتي كامله. نقعد ديما نحبك حياتي كامله مهما تكون الصيفه ومهما تكون الامور، وانا ما تسمعش الكلام فهمني، يحبوا يعملوني شوفال دو باتاي باش يوصلوا هما، انا لا، انا معاك الى الموت.